مساكم الله بالخير، شخباركم؟ شو مسوين؟ أبغى أتكلم عن هذا البلت مرة ثانية صراحة، لأني نزلته في البوتيك. أنتوا شفتوه، أنا صورت لكم إياه قبل، وسبحان الله ثاني يوم نزل في البوتيك، فحابة أتكلم عنه مرة ثانية. البالت اسمه نورفينا كولكشن، وعلى فكرة مكتوب فوليوم 1، فاحتمال تسوي فوليوم 2. كم الأشادوز هذي لهم؟ 25 لون، اللي بدون لمعة لاحظت إنهم مثل الزبدة ولونهم وايد بيجمنتد، بس نبغى نجربهم على العيون، لان تعرفون سواتش اليدين يختلفون عن لون الاي شادو على العين، وباستخدام الفرشاه بيكون غير. اوكي، راح استخدم البلت اللي تو وصلني، بما اني انا لابسه هذه البلوزه، تصير بنات شريك سيره من نايكي، حطيتها عندي ببوتيكي، وايد حلوه، وايد 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 ستايل، ولونها بيربل كذي. حتى الليجنز والشوز هم من نايكي، موجودين ببوتيكي. راح احط هذا اللي هو بي 4، هذا اللون. اوكي، شوف حطيت كامل فوق عيني نفس اللون، اخذه واحطه تحت بعد، استخدم لون واحد على كل عيني. اوكي، الحين حطيت الشادو بنفسجي، دار مدار، راح اركب رموش خفيفه، فما بيأكل وايد مسكرة لأني أساساً قاعدة أعالج رموشي. هذا الشادو من غير ولا نقطة فلتر. بنات شلونكم؟ عساكم القوة. اليوم حيقول لكم اليوم شنو بستخدم. نازل بالي جديد من أنستازيا. انا وايد وايد احب شدوات انستازيا كل انواعها، دائما تشوفوني اغلب التوتوريالز استخدم شدوات انستازيا. صاير في الوان، صاير في الوان تقاليه اللي هي البرتقالي، البني المحمر، اهم شيء في اسود، في ابيض، في الوان شمر، في الوان مات، في ذهبي. الشمر طبعا بصراحه وايد عجبتني درجه الاحمر، وانا هم هالدرجة وايد عاجبتني هذه. اهلا وسهلا. اوبا، ايه ده ايه ده ايه الجمال ده؟ ذا نيو باليت، اي لاف يو. سي وات اي يوزد، استخدمت هذا اللون ارضية، عقب حطيت هذا اللون فوقه، عقب حطيت شوية بلو، and then لازم انا لماعي، ما يعني ضميريا ما اقدر اذا ما حتى احساسي بعد ابي مو لمعة. So what do you think؟